تفاجأت فيكي اليوم كثير بالشركة، بس بعدين عرفت إنه جيتك ما كانت مرق الطريق. خير شو في؟ فيني أعرف شو صاير؟ شو في براسك؟ يعني؟ مش معقول شو بتخافوا على حالكم وعسيدكم. لك أنا كمان بخاف على سمعتي. فريحوا لفارس وطمنوا ما رح أفتح تمي. اسمعي، هون ما رح أخذ راحتي بالحكي. شو رأيك بكرة نلتقى ونحكي ونقعد برواق؟ بكرة قبل الظهر منيح؟ ايه اوكي تمام. الساعة 10 بحاكيكي وببعتلك اللوكيشن. يلا باي. باي. أهلين حبيبي. شو وين كنتي؟ كنت أنا وسارة رحنا شربنا قهوة ورجعنا أكلنا بوزة. مع مين كنت عم تحكي؟ مع فارس. كيفه فارس؟ منيح؟ منيح منيح كثير، الحمد لله عم تحسن كل يوم عن يوم. إن شاء الله دايماً. بس ليش هيك قلتيها؟ متضايقة أو معصبة من شيء؟ لا لا لا، أنا معصبة؟ ليه بتكون معصبة؟ كثير مرتاحة. إيه شو كان بده فارس؟ فارس؟ مو أنا اليوم بدي مثل الشركة بعشاء العمل، لأنه هو ما لساته ما بيقدر يطلع، فاتصل فيه لحتى يذكرني بالموعد. بتعرفي قديش فارس بيضل باله مشغول على الشغل. أي طبيعي طبيعي.